يتواصل معاكم في مجريات هذا الشو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبالله نستعين، ومنه دوما ودائما أطلب السداد والنجاح. على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوط جديد وشوطنا الخامس وعشرون بانطلاقة هذا الكم الهائل وهذا الشوط الختام للفترة الصباحية لهذا اليوم. ضمن هذه المكرمة، مكرمة صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وسكن الله جناته إن شاء الله بكل التوفيق. إذا نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بتعداد هذا الشوط، ودعونا دائما نبحر كي نتعرف على ما يدور بتحدي هذا الشوط. نسير ونفتتح الإذاعة، إذا ربما نسير إلى ركب المقدمة، نتابع المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك هملولة من تفتتح إذاعة هذا الشوط، الملكية هملولة تعود لسيد خميس بن مسلم الزرعي إذا صح التعبير من خلال المتابعة من تحمل رقم 52. إذا نسير بالمركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة بالمتابعات والاستمرار هذا الحدث. إذا نسير بالمركز الثاني ونتابع مجهول الذي حامله رقم 25 حتى هذه اللحظات. إذا نسير بالمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك الأشعار لمحمد بن أحمد بن مايد الخيالي من يتولى هذا الأشعار بالمركز الثالث، بينما نسير إلى المركز الرابع. هنا الأشعار لراشد بن قشيم الشامسي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا شوق تتواجد لسالم بن محمد بن الدحب العفاري، هو من يعلن أشعاره بخامس المراكز. إذا هكذا مشاهدينا متابعينا الخمس الأوائل ضعناها على حضراتكم كاملة مكملة، وربما نستضيف الكثير من الأشعارات الذي لم يحل لها الموعد الدخول. مشكورين لمصورينا الذي يأخذون هذه الصورة الجميلة، وبحثا دائما عن النيل والناموس والتهاني والفوز. الصدارة إذا نسير إلى المقدمة من تحمل رقم 52، ربما لم يحضرنا اسمه بتصحيح مع الكشف الاذاعه، ونعتذر دائما من اشعار هذا الانطلاق الى المقدمه، ولكن بتابع الاشعار هناك من الجانب الثاني عند محمد بن احمد بن مايد الاخيلي، يتولى مربوشه حتى هذه اللحظات الى المركز الثاني، بينما نسير الى المركز الثالث. وهنا نتابع مجهول من تحمل كذلك رقم 52 مع اذا الرقم مكرر مشاهدينا متابعينا. اذا نسير بالمركز الرابع، هناك دخول جديد ودخول يحمل الكثير من التحديات. اذا لمحمد حمد بن مبخوت العامري من يتابع اشعار المركز الاول حتى هذه اللحظات. نسير الى المركز الخامس، نتابع بطريقنا خامس المراكز، هناك دخول جديد وهناك من تحمل رقم 50. يا الله، اذا هناك من اخذت المركز الثاني حامله رقم 45، خلينا نتعرف الى هذا بالمركز الثاني حتى هذه اللحظات. نعم، اللي هي الشاهنيه الذي قادمه للسيد امداد دحبه بالقنزون العامري، هو تولى المركز الثاني حتى هذه اللحظات. نسير بالمركز الثالث من تحمل رقم هذا المجهول، ناقله الى المركز الرابع مشاهدينا، هناك لعبد الله بن مبخوت العامري. المركز الخامس، المركز الخامس بطريقنا الاشعار لمحمد بن احمد بن مايد الخيالي. هكذا هكذا مشاهدينا متابعينا الاعداد المستمره، نحن دائما نترقب من الاخوه الاسماء الهجم بتصحيح، ونعتذر دائما عن الاسماء الذي لم يحلهن العد التنازلي بالاذاعه. عوده الى الصداره، نتابع الاشعار لمحمد بن عبيد بن عبي الوهيبي، هو من يتولى صدارة هذا الشوط. أهالي السلطنة يشاركون دائما بإنجازاتهم المميزة، ولكن جولة إلى المركز الثاني. هنا الشاهنية بثاني المراكز للدحب بن قزون العامري، متابعا للمركز الثاني، بينما نسير على المركز الثاني الأشعار لمحمد بن مبخوت العامري.
حمد بن مبخوت العامري مع المركز الثالث ثم المركز الرابع. هناك لدينا من تحمل رقم 20 الذي قادمه لم تسجل عندنا بكش. الإذاعة بينما نسير إلى المركز الخامس بنتعرى مشاهدينا. إذا نعود إلى البداية ودعوني أعود مع شعار سعيد بن مطر. الرميثي على الصدارة يتابع المركز الأول يتولى خيل الصدارة. يا سلام يا الرميثي على البداية، روح لسعيد بن مطر. الرميثي يتولى وأهالي سمحة يطالبون بالإنجاز وهي اسمها سمحة. يا سلام، ولكن بن مبخوت رافع راية التهديد، خلاص خلوني بعود مع سمحة إلى الصدارة إلى السلام. سلام وتحية، أسعد الله صباحك بالمركز الأول لسعيد بن مطر. الرميثي سلام وتحية، يا سلام على فوز سمحة بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن هذا الإنجاز، معلن هذا. السلام وتحية إلى تهانينا. أما المركز الثاني مشاهدينا سنتابع لحمد بن مبخوت العمري المركز الثالث. هنا نتابع من تحمل رقم 76. إذن على كل حال ربما دخول دائما جماعي ولم نتمكن من الرؤية. إذا المركز الثالث لي مبارك بن خادم الخيلي وبقية الأشعارات نعتذر دائما. إذا مركزنا الخامس كان من نصيب المركز الرابع مهمة لأحمد بن سعيد بن سالم الجنيبي. والمركز الخامس هناك 79 لم تدون بهذا الكشف. إذا عودة بتهاني وتوقيتنا الزمني 6 دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثاني. تهانينا لمطر أو سعيد بن مطر الرميثي بهذا الإنجاز. مركزنا الثاني هناك كان من نصيب المركز الثاني. إذا بتصغان وكانت المملوكة لحمد بن مبخوت العامري 6 دقائق 11 ثانية 8 أجزاء 8 ثواني أو 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس المركز الثالث. سنتابع مركزنا الثالث مشاهدينا متابعي الكرام من تحمل رقم 76. تهانينا وناموس. على كل حال توقيتها 6 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية. إلى هنا مشاهدينا متابعينا حيل الميكروفون إلى الزميل سالم بن علي الحبسي. شكرا للزملاء المعلقين، أنوه على جميع الفائزين من المركز الثاني وحتى المركز الخامس التوجه إلى المكتب المالي لاستلام جوائزهم، كما انطلاقة ظهيرة هذا المساء مع سن الحجائج في الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. والانطلاقة بمشيئة الله تعالى سوف تكون في الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم.